سعيود يقدر ينجح في اي مكان في العالم. سعيود لاعب منتينا نادره معناها فنيا واخلاقيا. عنا لاعبين كبار معناتها جنسيه عربيه ويلعبوا في فرق كبار، اولهم وابرز مثال رياض محرز. علاش ليه سعيود ما يقدرش ينجح؟ بالعكس توفر له ظروف وتوفر له شكون معاه في الملعب معناتها منتينه لاعبيه برشا اكيد ينجح.